محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا وللمسلمين في هذه العشر المباركة، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه العشر ليال عظيمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت عائشة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الليالي. وقالت إنه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عشر ليالي الأخيرة من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة. إنها ليلة عظيمة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والغفران إنما هو في الصغائر إلى الكبائر على الراجح من أقوال أهل العلم. أيها المسلمون، الشأن أن نعظم الله جل وعلا، وأن تنكسر قلوبنا لجنابه، وأن تذل ظواهرنا وبواطننا له سبحانه وتعالى. فإن العبادات لها مقاصد، العبادات ليست ألفاظاً ومباني فقط، إنما معاني ومقاصد. ولهذا قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة داير ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أيها الفضلاء، إن من أعظم العبادات في هذه الليالي والأيام الاعتكاف، سنة المرسلين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه الاعتكاف الذي ليس هو الصورة فقط، وإنما الاعتكاف الذي أراده الشرع مقاصد ومعاني. ولهذا قال أهل العلم: إن الاعتكاف هو قطع العلائق عن المخلوقين لعبادة الخالق. ويقول عطاء رضي الله عنه قال: إن مثل المعتكف كمثل رجل جاء إلى باب عظيم يرجو منه حاجة، فهو ملازم لبابه حتى تقضى حاجته. فالمعتكف ملازم للمسجد حتى يمن عليه ربه بالغفران والرحمة. ولهذا قال الإمام أحمد: إن المعتكف لا ينبغي له أن يعاشر الناس، بل يجانبهم ولو كان في جانب التعلم، وحتى قال وحتى تعليم القرآن، لأنها مدة محصورة، وبقية السنة فيها سعة، وفيها لمن أراد أن يقضي حاجته من التعلم أيا كان نوعه. أيها الفضلاء، إن العبادات من مقاصدها أن تحقق بيننا التآلف والأخوة التي قررها القرآن الكريم، وقررتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون مثالاً يجسد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أما أن يخطئ بعضنا على بعض، وأن لا يقيم بعضنا لبعض هذه المقاصد شأنا، فليس ذلك مما عرفه سلف هذه الأمة. ولهذا قيل في حق أبي بكر رضي الله عنه: ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام
ولكن بشيء وقر في القلب، ألا إنه تعظيم الله جل وعلا الذي يظهر على الظواهر والبواطن حتى يكون الإنسان كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنني أوصي إخواني أن يعلموا أن من أفضل الأعمال أن يتجسد الإنسان في قوله وفعله أخلاق الإسلام، فإن الأخلاق بالقول والفعل والسلوك هو من أفضل ما يكتسب به الإنسان الحسنات والأجور. يقول الله جل وعلا في حق نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حصر مما حصر فيه البر، قال: البر حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام: واسمعوا إلى هذه التوجيهات يا من تحصرون العبادة في عبادات يقوم بها الكل، اسمعوا إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فيا من تتجاهلون هذه الأخلاق خاصة وللأسف في مساجد المسلمين، لا سيما في المسجد العظيم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهروا ما يرضي الله جل وعلا عنكم، ألا وهي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، طيبا في الأقوال والأفعال، فضائل في السلوك والتصرفات. ثم إنني أوصي إخواني أن يتقوا الله جل وعلا في أن يحذروا من أذية المصلين، خاصة ممن يمن الله جل وعلا عليهم بالاعتكاف، فلا يؤذوا المصلين بقول أو فعل أو تصرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كان معتكفا، فسمع الصحابة يجهر بعضهم على بعض في القراءة، فرفع الستر ثم قال لهم: أيها الإخوة، لا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. فليكن هذا الحديث على تذكر دائما لنا حتى تستقيم أعمالنا، وحتى نكون كما كان عليه سلفنا. ألا وإن من الأذية ما حذر منه المحققون من أهل العلم، وهو تحجر الأماكن في مسجد رسول الله أو في غيره من المساجد. ولهذا المحققون من أهل العلم من المالكية والحنابلة عدوا ذلك نوعاً من أنواع الاغتصاب، حتى قال ابن تيمية: وقد تنازع العلماء في صحة صلاة من فعل ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يحتجر مكاناً بسجادة أو كرسي أو عصا أو نحو ذلك، اللهم إلا إذا كان قد قدم مبكراً ثم جلس في مكان يعبد الله جل وعلا فيه، ثم طرأ له ناقض من نواقض الوضوء ثم ذهب ليتوضأ، فإنه أحق بذلك المكان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مجلس ثم راح منه ثم عاد إليه فهو أحق به.
فأظهروا من يا أيها الإخوان أظهروا من أخلاقكم ما ترضون به ربكم وتستقيمون به مع سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وأختم كلامي أنه قد قال العلماء إن هناك من القواعد ما ينص على أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة أو أولى وأجدر من الفضيلة المتعلقة بمكانها. ومعنى هذا الكلام أنه إذا كان الإنسان يريد الصف الأول أو يريد الروضة ولكن هناك زحام كثير يمنعه من الخشوع في صلاته، فإن الأفضل في حقه أن يبحث عن مكان تستقيم صلاته وعبادته بخشوع، كما قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا نعبد